ايه اغرب الحاجات اللي سمعتوها في اليوم ده؟ هيك احنا كنا في سنه 95، كانت مركبه كاميرات في المدرسه كلها ومايك على طول. احنا طبعا بالنسبه لنا دي كلها يعني تكنولوجيا حديثه جدا. وبعدين فجاه وسماعات طبعا، وفجاه تسمع صوت ميس اميمه: انت حماغ ثالثه ثانوي شايفاك. انت هتبقى في ثالثه ثانوي ولا في الحوش قاعد في الفصل ومرعوب؟ حتى كاميرات في المدرسه احنا بس كنت كل المدرسه كاميرات، كل المدرسة كاميرات. كانوا شياطين اكيد. بس يعني حضرتك دلوقتي لما يعني انا لسه بشتغل، لما بتقارني لما بتشوفي دلوقتي اولادك دول دلوقتي بالجيل ده، لا دول نقول عليهم الملائكة على الارض فعلا. طبعا ولا جدال فيه، لا فعلا احساس. لا بصي حضرتك، اختلاف تام جيل وجيل.